قصة تبكي الحجر. ترويها مروى، الأم الصغيرة التي أصابها الفشل الكلوي على غفلة. منزل متواضع وحياة بسيطة تجمع مروى وأهلها وبناتها، والأمل معهم. أنا اسمي مروى حمية، عندي 3 أولاد، إلي 2.5 عم غسل. أولادي عمرهم 7 سنين و5 سنين و2. أنا بحاجة لكلمة بأسرع وقت ممكن، ما عادش فيي أتحمل. 4 ساعات تحت الجلسة عم ضلني قاعد، ما عادش فيي أتحمل. عم بتعب كثير، عم بجي استفرغ، كثير عم بتعب. أنا بدي إياها يا ماما تصيح، وما بدي إياها يا ماما تموت. ماما هتلبيني وبتسلمني، وماما هتعمل لي كرسي، ماما بتنيمني، ماما بتطمني، ما حدا عم يحملني إلا الماما. وهنا تقف حائرا أمام ابنتها، فلا الأحلام ولا الطموحات لها معنى، أمام طفلة جل ما تريده أن تكبر أمام أعين أمها. أما عن والدتها، المرأة التي تبقى دموعها وضاءة على خدها، ويبقى أنين ابنتها زائرا في وجدانها. أنا بقولها لمروى ندهتها لأم البنين وللزهراء، هي تعيش بني ولادها مثل أي أم تحضن ولادها ويخليها فأرس ولادها، وساعتها دخيله الله مثل ما عطانيها الله وبيصطفل فيها. كان عمرها بنتي 6 شهور أم بلشت غسل كلى، قالت دغري عملت فحوصات ودغري قالت الدكتور بدي غسل كلى. قمت انه حدا يساعدنا، انه بدي كلوة ماديا، بدي بأسرع وقت ممكن كلوة، ما عادش فيي اتحمل. قال لي الدكتور بره انه الشريان كتير ضعيف عندي، بدك كلوة بأسرع وقت ممكن. ومروى فهي الآن رهن الزمن، الزمن الذي بات فيه الخذلان عنوانا وقسوة القلوب فيه سائدة. انا بقول لكل انسان مؤمن بحاس عنده ولاد، انسان يفكر بالله قبل ما يفكر بهالدنيا، انه بنت بحاجه لكليه، يا يعطوها يا يتبرعوا بمصاري يا يتبرعوا بكليه، مشان تقوم بس لاولادها وتساعدهم، ومشان ما تقهر قلب ام عليها. خليها مروى تحضن وليدها، مش اكثر من هيك طالبه منه. مروى ام لثلاثه اطفال، تعاني اشد المعاناه وهي تنتظر من اهل الخير ان ينظروا اليها، وحتى هذه الساعه يبقى صمتها الموجع ودموع أمها الحزينة وأمنية طفلتها بعين الله. لما يوسف حسين طالب، قناة منتج بيل الإلكترونية.